السلام عليكم. حول هذه الحفرة الصغيرة جدا يكمن سر لا يعرفه كثيرون ممن ألفوا الحياة البرية وترحالها، وستشاهد كيف أنها دليل على قدرة الثعالب على البقاء أو التفوق على أحياء في البيئة الصحراوية، من حيث أن مفترسات صغيرة وبسبب عوامل مختلفة تنقرض أو تنقطع عن مساحات واسعة من طبيعتنا كالضربان أو الضربون والقطط البرية وغيرها، بينما لا تنقطع الثعالب حتى في الأماكن الصحراوية القاسية الشحيحة بالغذاء. والثعالب عندنا ليست نوعا واحدا بل أنواع ستعرفها وكيف يفيد وجودها في البرية. سآتي بالتفاصيل والسر وراء الحفر الصغيرة لكن بعد سماع هذا الصوت. هذا الصوت أو النداء المعتاد بين الثعالب أكثر ما يسمع في البرية خلال الليالي الشتوية. ولو نزلت ليلة في البرية في موقع دهورته عوامل التصحر حتى بدا لك خاليا من مظاهر الحياة، فلا تتفاجأ من قدوم ثعلب جذبته رائحة الطعام فيتردد حولك ويراقبك ويتحين فرص التسلل لخطف بقايا الأكل، أو يقترب منك جدا إذا لم تأتي بحركات تخيفه منتظرا شيئا يأكله. وقد تتفاجأ في الصباح أن ثعلبا جاء في الليل خلال نومك وبعثر بعض أدواتك الشخصية المكشوفة مفتشا عن الغذاء، ويحدث أن يأخذ خلال الليل حذائك يعض عليه ويفر به ويتركه خارج محيط مكانك في سلوك يعرفه بعض رواد البرية ويرونه من طرائفه. ولعل تفسير ذلك السلوك أن رائحة الجلد في الحذاء جذبته ليأكله لكن يتركه لأنه لا يستطيع مضغه. رسخت القصص الشعبية عن الثعالب أنها محتالة جبانة تسرق الغذاء من الحيوانات وتهاجم الدجاج والحمام والطيور، ويوصف الشخص المحتال أو الجبان بالثعلب. وإذا كانت الثعالب تهجم على أقفاص الطيور في الضواحي وأطراف القرى فإنها حيوانات برية من الفصيلة الكلبية تعيش في البرية وتخاف من البشر وتهرب سريعا عنهم. يبالغ البعض في تقدير أنها مسعورة أو مغلوثة. صحيح أنها قد تصاب بداء السعار، وإذا ظهرت الأعراض على الثعلب المصاب بهذا الفيروس يتشنج جسمه ويموت بعد ذلك بأيام. وتتميز الثعالب بقدرة على التكيف مع مختلف البيئات البرية، وفي الغالب لا تظهر في النهار إلا في الأماكن المحمية أو الخالية تماما من حركة البشر، وهي مفترسات قارتة، وهذا مفهوم يقصد بها الأحياء ذات الغذاء المتنوع، فتأكل أي شيء من اللحوم والجيف والحشرات والنباتات والثمار أو أجزاء منها. الليل هو مسرح الثعالب حيث تنشط للبحث عن غذائها، وأكثر ما تصيد القوارض الصغيرة وصغار الطيور والحشرات أو تتغذى على أجزاء من النباتات والثمار والحيوانات النافقة وبقايا الطعام في النفايات. وعن الحفر الصغيرة التي ذكرتها في المقدمة، إذا غنم الثعلب أو أبو الحصين أو الحصني إذا غنم صيدا أو غذاء حتى لو كان قليلا فأنه عادة يبقي شيئا منه ليخفيه، وفي الغالب يكون ذلك بحفر الأرض بمخالب يده ويضع جزءا من الغذاء ثم يدفنه بخطمه أي مقدمة أنفه، ويكون ذلك في أكثر من مدفن، ثم يستمر يوميا يبحث ويصيد، لكن إذا شح عليها الغذاء يعود إلى المدافن التي يحفظ أماكنها أو يجعل شيئا من بقايا المدفون ظاهرا حتى يستدل عليه، ويأكل لاحقا مما خزن في المدافن المتفرقة وليس في مدفن واحد، فلا تذهب دفعة واحدة فيما لو غنم بالمدفن غيره من الحيوانات. هذا سلوك تتبعه بعض الحيوانات والطيور في تخزين مؤقت للغذاء، وتفعل ذلك حتى صغار الثعالب. ففي دراسات الرصد والتتبع وجد أن جراء الثعلب وهي في المراحل الأولى من عمرها
تدفن أجزاء من الغذاء الذي تجلبه لها الأم وهي عند جحورها، أي أن هذا سلوك فطري يساعدها على البقاء والتحمل وضمان الغذاء لو كان قليلا، خاصة في البيئة الصحراوية المتقلبة التي يقل أحيانا فيها الغذاء، فكأنها تعمل بقاعدة وفر لقمة بيضة اليوم أسود. الثعالب في برار السعودية ليست نوعا واحدا بل أنواع، هي الثعلب الأحمر أكبر الأنواع وأوسعها في الانتشار عندنا ومميز بسواد الأذن من الخلف، والثعلب الرملي أصغر من الأحمر وبأرجل أقصر، والثعلب الأفغاني يألف المرتفعات الجبلية، وثعلب الصحراء أو ثعلب الفنك وهو أصغرها في الحجم ويسكن في الكثبان الرملية. تبقى الثعالب مع القطط البرية أحياء لطيفة مسالمة جدا تجاه البشر وتهرب سريعا عنهم، ومن أفضل المفترسات الصغيرة في البيئة البرية، حيث تساعد في السيطرة على تزايد القوارض والزواحف الصغيرة وتحد من كثرتها فوق النسب الطبيعية، هذا فضلا عن أنها تساهم أيضا في نقل البذور من مكان إلى آخر.